ما مرت به الموصل قليلا أو هينا ليسكت عنه، وإننا مهما تحدثنا فللتاريخ في قابل الأيام والعصور حديث أكبر وأعمق وأكثر صراحة، فإننا نضع بين أيديكم كتابا يمثل عددا كبيرا من اللقاءات التي أدت إلى المشاريع التي تم إنجازها. في الكتاب سجلنا بالكلمة والصورة وقائع جرح عميق أصاب الموصل على حين غرة، كنا نلتقط لكل حرف وسطر وكل عمل وإجراء صورة تعضده ولقطة تبرهن عليه لنثبت للتاريخ أننا تصدينا لخراب لا يقل عن خراب الحرب العالمية الثانية في بلدان أوروبا. هذا المشروع وتأليف كتاب عنوانه يوميات النهوض لكلية طب نينوى من الرماد لما بعد التحرير، تم تأليفه من قبل المتكلم والأستاذ المساعد الدكتور نبيل نجيب فاضل. هو مثال عن مشاركة الجميع في بناء هذه المدينة، كيف كانت كلية طب نينوى منكوبة مدمرة، وكانت كل مختبراتها وقاعاتها الدراسية مدمرة. الآن أصبحت كلية يحتذى بها، مختبرات جديدة، قاعات دراسية جديدة. هذه الكلية تم تأهيلها بدون أي تكلفة من قبل منظمات الـ UNDP والصندوق الإعمار. الرسالة هي أنه إذا تكاتفت الأيدي وعمل الجميع كفريق واحد، من الممكن أن تضاف بصمة لإعمار هذه المدينة. ما يحصل الآن في نينوى هو جزء من هذا الإعمار، ولكن نحتاج إلى الاهتمام بملفات أخرى مهمة، ملف المتضررين، ملف النازحين، ملف العوائل المتضررة في ممتلكاتها. المهم حاليا هو عودة النازحين إلى مساكنهم في كل محافظة نينوى. المهمة الثانية وتعويض المتضررين. هذا الكتاب هو إشارة إلى الحكومة المحلية وإشارة أيضا إلى الحكومة المركزية أن تهتم بهذه المدينة التاريخية، هذه المدينة التي ولد فيها كثير من العلماء والمثقفين والقياديين في كل مؤسسات الدولة داخل وخارج العراق. جامعة الموصل وجامعة نينوى تعرضتا لدمار كبير خلال سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل. وصل حجم الدمار في جامعة الموصل إلى ما يقارب 70%. حملات الإعمار التي أجريت في الجامعة في جامعة الموصل وفي أبنية التي خصصت لجامعة نينوى كانت جهودا جبارة من قبل منظمات دولية مثل منظمة الـ UNDP وصندوق الإعمار والعديد من المنظمات الأخرى. اليوم شاركنا في حفل في جامعة نينوى حول كتاب يحكي قصة نهوض إحدى هذه الكليات التي خصصت لجامعة نينوى وهي كلية طب نينوى، كيف نهضت من الرماد لتعود مرة ثانية كلية بهية جميلة حالها كحال الكليات التي نعيد ترميمها وإعادة إنشائها في جامعتي الموصل وفي جامعة نينوى. في جامعة الموصل لدينا 44 مشروعا أنجزنا 27 ولدينا 17 لا يزال في طور التنفيذ، ولدينا أكثر من 8 مشاريع تقريبا أنجزت كاملة في صندوق الإعمار. نحن نعمل جاهدين لإعادة هذه الجامعة إلى مكانتها التي تستحقها. حضرنا اليوم حفل توزيع الكتاب التي أعدته جامعة نينوى ومشكورة عن حملات الإعمار التي تمت في جامعة الموصل وجامعة نينوى. طبعا صندوق الإعمار كان له دور بارز في إعمار جامعة الموصل، وحقيقة أكثر من 42 مبنى وكلية وقسم تم إعماره خلال السنوات السابقة، وأيضا لدينا مشاريع لا زالت تحت الإنجاز في الجامعة التقنية وكذلك الأقسام الداخلية في جامعة الموصل،
وكلية الزراعة أيضا في جامعة الموصل، ونحن نعد الآن لعدد من المشاريع التي سوف يتم إعمارها قريبا، وأهمها رئاسة جامعة نينوى. هذا المجمع سيكون مجمع كبير كلفته بحدود 6 مليار دينار، وإن شاء الله لن يدخر صندوق الإعمار أي جهد في إعمار أي جزء سواء في جامعة الموصل أو جامعات نينوى عموما أو في محافظة نينوى بشكل عام. هذه الفعالية إن دلت على شيء فتدل على أنه الموصل سوف تعاد بحلتها الجديدة، وسوف تعاد بأنشطتها العلمية والبحثية والأكاديمية. فشكرا لكل من ساهم في إعادة إعمار محافظة نينوى، والشكر أولا لكل من ساهم في تحرير هذه المدينة من قواتنا الأمنية وجميع المسميات التي تدخل في مجال القوات الأبدية، وكذلك نشد على أيدي كل من ساهم في إعادة جامعة الموصل وجامعة نينوى إلى الدراسة وإلى الإبداع وإلى التخرج، وإلى المنظمات التي ساهمت في إعادة إعمار محافظة نينوى وجامعة الموصل، وكذلك إلى جميع الفرق التطوعية والمنظمات المجتمعية والدولية.